بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في تتبع سيرة أمير المؤمنين عليه السلام في أحداث أو الأحداث الأخيرة التي سبقت مقتل عثمان بن عفان. قلنا إن الدائرة الضيقة حول عثمان بن عفان كانت دائرة مشبوهة وغريبة، يعني مما صدر أفعال قاسية وغير مبررة شرعا من قبل عثمان بن عفان تجاه كبار الصحابة، مما سبب هياج نفوس المسلمين عليه. أول مصادمة حصلت بينه وبين الصحابي الجليل العظيم أبو ذر الغفاري، وكان موقفه موقف خطير ومواجهة أشبه بتصفية جسدية لأبي ذر عندما نفاه إلى الربذة. قبل أن ينتهي هذا المجلس المواجهة بين عثمان وبين أبو ذر، أبو ذر كان قد روى رواية، هذه الرواية هاجت عليه نفوس بني أمية أو هيجت عليه بني أمية، واحد منهم نفس الخليفة اللي هو أموي، عثمان بن عفان أموي. بني أمية ينقسمون قسمين، قسم يعني فخذين، فخذ صخر اللي هو أبو سفيان، وفخذ العاص اللي هو من فخذ أبو عثمان بن عفان والحكم بن العاص، فهما فخذين. أبو ذر روى هاي الرواية، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إذا بلغ بنو العاص 30 أو 40 رجلا اتخذوا مال الله دولا وعباد الله خولا. خب، هذه الرواية فيها استشعار على أن ذولي سوف يملكون، لأنه شنو معنى يتخذون مال الله دولا وعباد الله خولا؟ يعني راح يأخذون أموال الناس، أموال المسلمين، أموال نسبها أموال الله، يأخذونها لهم من دون الناس ويستعبدون الناس، وعباد الله خولة من الخول يستعبدونه. هذه إشارة إلى ملك بني أمية، وهذه من براهين النبوة طبعا. إذا بلغ بنو العاص 40 رجلا اتخذوا عباد الله مال الله دولا وعباد الله خولة، هاي الرواية سببت نفي ومواجهة شرسة بين أبو ذر وعثمان. قال له عثمان: أنت تكذب على النبي، من أين لك هذه الرواية؟ أنت كذاب، من وين جبت هاي الرواية؟ فقال: سأل الصحابة. الصحابة سكتوا. تاريخ حدثنا أن أمير المؤمنين كان موجود، أو سئل أمير المؤمنين عن هاي الرواية فقال: أما هذه فما سمعتها من رسول الله. هاي رواية إذا بلغ بنو العاص 40 رجل اتخذوا مال الله دولا وعباد خولا، هذه ما سمعتها، ولكن صدق أبو ذر فقد قال رسول الله ذلك. فقال عثمان: وكيف تقول صدق وأنت لم تسمعها؟ قال: لأني سمعت رسول الله يقول: ما أقلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على رجل أصدق ذي لهجة من أبي ذر. هو عد حصانة من النبي أنه صادق. أنا هذه بالخصوص ما سمعته، بس أنا أصدق على أن أبو ذر قال هذا الشيء عن رسول، إذن رسول الله قالها. فقال أبو ذر: ما كنت أحسب أن يعيش حتى أرى يوم أن الصحابة يكذبوني، ما كنت أصور واحد يرد علي روايتي. هنا التاريخ يحدثنا من موقف مخزي وغير مبرر وعجيب غريب من عثمان بن عفان تجاه أمير المؤمنين، لما قال: ما سمعت النبي بخصوص هاي الرواية، ما سمعتها، ولكن صدق أبو ذر. رد عليه عثمان، وعثمان معروف كان أنه رجل يصير عصبي بسرعة، خلينا نريد نقول هاي الحكاية.
قال ما أكذب منه إلا أنت. هيك يواجه المؤمنين، يقول له أنت كذاب مثله. شايف هنا أول مواجهة حصلت بينه وبين المؤمنين، بعدين تطورت أكثر المواجهة. عليكم السلام. فحصلت مشاحنة، خرج أمير المؤمنين من المجلس، وعلى أثرها نوفي أبو ذر إلى الربذة. هاي المواجهة الأولى اللي حصلت، وحصلت شبه قطيعة بينه وبين أمير المؤمنين. أثر ذلك ترتب عليه موقف ابن مسعود، عبد الله بن مسعود قلنا، الذي حضر جنازة أبو ذر وأيضا وصل إلى المدينة، والرجل سحلوه، جروه بالناقة سحلا ومرض ومات، وقطعت نفقته من بيت مال المسلمين. طيب، الموقف الثالث مواجهة بين عثمان وبين أحد كبار الصحابة، أيضا هيجت عليه النفوس. يعني احنا قاعد نتكلم إرهاصات، مجيء الناس من المدن والولايات إلى المدينة، اجتمع رهط من الكوفة، من البصرة، من مصر، والمصريين هم أصحاب القرار في تصفية عثمان بن عفان، وقعدوا شهور بالمدينة، عسكروا جايين محتجين على تصرفات الخليفة عثمان بن عفان، ويعددوا له مساوئهم. أول وحدة استئثار بني قومه بالفيء والأموال والولايات كلها، حصرها بس بني أمية، ما كان يولي إلا بني أمية، وهذولي استغنوا على رؤوس المسلمين. والآن نذكر هاي المساوئ، وهي ما إلها جواب في الحقيقة. الآن يعتذرون في مدرسة الصحابة، يعتذرون للخليفة الثالث، يقول كان يصل رحمه، ويصل رحمه من ماله مو من مال المسلمين. يعني تخيل، أعطى خمس أموال أفريقية، 300,000 درهم أو 300,000 دينار، ظهر 300,000 درهم، يعني 30,000 دينار ذهب ذاك الوقت، هذا رقم جدا مهول. لاحظ حضرته، أعطاه لصهره مروان بن الحكم، خمس أفريقية. تعطي صهرك شنو يعني؟ أنت صهرك فقير، وليش من دون مال المسلمين تعطي وتقطع نفقة أبو ذر وابن مسعود؟ ابن مسعود تدرون منه؟ ابن مسعود، مسعود كان يمسك العباء والرداء للنبي حتى يغتسل غسل الجمعة، وكان حارس نعليه رسول الله، انه يخشى عليه القتل والسم، فكان يلبس نعليه في يديه، فاذا اراد ان يخرج من المسجد سبقه والبسه نعليه. فشي يعني، الا ان الرجل حاص زمان السقيفة والاول والثاني، ثم رجع الى امير المؤمنين بعد ذهاب الخليفة الثاني. المهم، هذا مو انصاف تواجه هاي الصحابة وهاي الشيوخ الطاهرة. يعني المواجهة الآن، هو تواجه مع اثنين من كبار الصحابة، المواجهة الثالثة مع عمار بن ياسر. وعمار محصن برواية من النبي صلى الله عليه وآله، اجتمع عدة من الصحابة، ذكروا مثالب عثمان، منها توليته لصبيان بني أمية على شيوخ الصحابة. يعني واحد من عندهم سعيد بن العاص بن عمه ولاه على الكوفة بعد الوليد بن أبي معيط. الوليد منه؟ هذا ابن أبي معيط أخو عثمان من الرضاعة، أخوه ابن أمه، مو ليس ابن الرضاعة. ابن الرضاعة ذاك عبد الله بن أبي سرح والي على مصر. الوليد هذا صاحب إن جاءكم فاسق بنبيين فتبينوا، هو هذا الفاسق في القرآن، سماه القرآن فاسقا، ولاه على الكوفة، ومعروف شرب الخمر، وصلى الصبح 4 ركعات بالمسلمين، وقال لهم هل أزيدكم، وتقيأ في المحراب لأن كان سكرانا يعني. فأخذوا خاتمه من يده، الختم مالته، وراحوا لعثمان قالوا تفضل، بدليل أنه سكران أخذنا الختم وما يشعر، وأراد أن يدرأ عنه الحد لولا أمير المؤمنين كان موجود، وجلده في محضره، في محضره جلده، وقال فلتقل عني قريش جلادها بعد أن كنت سيافها أو قتالها، فليسموني جلادها، هو جلده. المهم،
فلما انعزل بعد هذا سعيد بن العاص، هذا سعيد بن العاص قتل أبوه في بدر مشركا، لاحظ، ورباه اللي مربيه هو عثمان اعتبار العاص بن عمه، فهو مربي، بعثه والي على الكوفة. هذا أول يوم خطب خطبة قال: أيها الناس، إنما السواد، السواد يقصدون الكوفة والبصرة، سواد من كثرة النخيل يعني، إنما السواد بستان لقريش، بستان لقريش، يعني إحنا هاي أموالنا، هذه هاي بساتيننا إحنا. طيب ذول المسلمين اللي فتحوها بأسيافهم شنو؟ هيكي هاي يصدق أبو ذر من يقول: قال رسول الله: إذا بلغ بنو العاص 40 رجل اتخذوا مال الله دولا وعباده خولا. الغريب هذا الحديث اللي على أثره نفوا أبو ذر بسبب هذا الحديث، بني أمية كانوا يستدلون به هذا. فمروان لما كان يضايق من معاوية يقول له: اصبر، فإني أبو 10 وأخو 10 وابن عم 10، والله سوف نبلغ 40 عن قريب. يعني قال له: راح يجيني أصير خليفة، بس خل نصير 40. كان يستدل بهذا الحديث الذي على أثر نفوا أبو ذر وأزعجوه ومنعوه. شايف النفاق وين يوصل؟ المهم، فالسعيد بن العاص خطب وقال: أيها الناس، إنما السواد بستان لقريش. يعني هاي ضيعنا، هاي بساتيننا، مو أن القضية خراج وأموال بيت مال المسلمين وهاي الناس عندها حقوق، لاحظ، لا، هاي أموالنا. هتشي هذا سبب على أنه الناس يقفون موقف لله من هذا الرجل اللي بلغ في عمره 87 سنة. عثمان بلغ من السن 87 سنة. المواجهة الثالثة اللي حصلت وأساءت لتاريخ عثمان وحيثيته هي مواجهته، الموقف المخزي من عنده تجاه الصحابي الجليل عمار بن ياسر. الصحابة اجتمعوا وكتبوا كتابا يعدون فيه مثالبة عثمان، منها هذه التصرف بالأموال وإيثار بني عمه وأيضا قام بعملية بخطوة أيضا أزعجت الصحابة من عنده، وهي حمى الحمى مال المدينة، وقد تصدق به رسول الله على أهل المدينة. حمى المدينة يعني الأطراف الزراعية البرية، الأعشاب البرية اللي تخرج خارج الأطراف المدينة، أرض مشاع يعني ما إلها صاحب، فهاي فيها نباتات أعشاب ترعى فيها الإبل والأغنام. النبي تصدق بهذه باعتباره هو الحاكم وهو النبي، تصدق بها على المدينة، فكل من عنده شات عنده كذا ما يحتاج يشتري لها علف، يتركها أطراف المدينة ترعى، هو حماها، يعني شنو؟ سورها وأخذها لنفسه. شايف حضرتك؟ طيب هذه أموال تصدق بها النبي على المسلمين، كيف تأخذ تحيزها لنفسه؟ اعتذر له بعضهم، قال هو الإمام باعتبار هو الخليفة ولي أمر، شاف المصلحة أنه يأخذها للمسلمين مو لنفسه، ولذلك أشكلوا عليه في ضمن إشكالاتهم، وأنه حمى حمى المدينة بعد أن تصدق به النبي على المسلمين. هذا ما تصير تأخذها إليك، هاي أموال عامة مشاع والنبي تركها للمسلمين. ومنها القبيل عددوا له مثالبة وكتبوها بورقة وقالوا: من يأخذ هذا الكتاب له نلقى عليه الحجة؟ فقال عمار: أنا أوديها له. عمار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وآله بيعة أبي ذر، بيعة الوعي، وأنه لا تأخذه في الله لومة لائم، لا يجامل على الله أحد. هذا واحد منهم أيضا، هو والمقداد وسلمان أمثال هؤلاء. فأخذ الكتاب وذهب به إلى عثمان وقال له: إحنا أعبنا عليك هذه الأمور. فالرجل غضب وأمر غلمانه أن يضربوه. طبعا عمار ذاك الوقت عمره 85 سنة،
يعني عمار بعمر رسول الله صلى الله عليه وآله نفس عمر النبي. يعني تخيل النبي مات عمره 63 ومعمار لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله كان عمره 63 سنة. لذلك عمار سنة الصفين عمره 90، شيخ كبير هرم. وكيف مات عمار؟ عمار لأنه هرم، قال الراوي رأيته وفي وبيده حديدة، حديدة يعني كناية عن الحربة أو السيف، وهي ترعد في يده. ترعد يعني ترتعش، بالتالي هرم وهي ترعد في يده، ما بي قوة يضرب ويجرح، ما يقدر، شايب. ولكن كان يصر أن ينزل إلى الميدان، وكان معلم من معالم رسول أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، لأن عمار معه. والحديث اللي وراه رواه عمرو بن العاص ومعاوية نفسه راوي هذا الحديث، عمار تقتله الفئة الباغية. فكان الجيش كان يقول للمعاوية أن عمار مع علي، إذن الحق مع علي. قال سوف، معاوية كان يقول لهم لا سوف يأتي إلينا، الآن عمار راح يغير رأيه ويجي عندنا. لأن صفين دامت 3 أشهر، صفين مو شهر شهر، 3 أشهر بقت حرب صفين، راح نستعرضها في سيرة أمير المؤمنين في الليالي القادمة. فلما قتل عمار توقف جيش معاوية، قال إحنا البغاة، عمار قتل في جنب علي. فقال اللعين معاوية إنما قتله من بعثه لأسيافنا، علي اللي بعثه مو إحنا، علي اللي قتله، ليش يبعث رجل عمره 90 تحت أسيافنا؟ هو اللي إنما قتل من بعثه أو من أرسله. فقال أمير المؤمنين لما سمع هذه المقولة قال فإذا رسول الله هو اللي قتل حمزة، يعني هو اللي بعث لمشركين قريش، شنو هالمغالطة؟ لكن الغريب أن هاي المغالطة تنطلي على أجلاف الشام، وهاي من الغرائب العجائب أن أناس يقاتلون بهذه العزيمة من دون بصيرة، شايف؟ تكون عند قوة غاشمة، غباء مستفحل، هاي مفيد مشكلة كبيرة يعني، بحيث يوجههم هذا ويسوسهم هذا الخبيث أينما يشاء. هاي مشكلة إذا الإنسان تموت عنده البصيرة، بصيرة ما عنده يظل هيك يوجهه كيف ما يشاء، ولو على مستوى يقتل عمار يقول له إنما قتل من بعثه وأرسله. عمار بهذا الثقيل بهاي الشرعية واجه عثمان، فعثمان أمر غلمانه بضربه، فضربوه ووطأوه أرضا، رجل كبير، وبدأوا يسحقونه ويضربون على بطنه حتى حصل عنده فتق وأغمي عليه يوم ونصف اليوم، يعني بقى يوم ونص، نصف يوم ونصف اليوم هو مغمي عليه في دار أم سلمة، يعني حملوه وأخذوه إلى بيت أم سلمة، لأن الواقع حدثت في المسجد وهي حجرات نساء النبي. فأم سلمة اعترضت فأخذ حمل إلى دارها، بقى يوم ونص نايم مغمي عليه. فلما أفاق قضى صلاته وقال الحمد لله على ما أصابنا، لقد قاتلتهم على التنزيل وأنا الآن أقاتلهم على التأويل، أنا هذا الأذى اللي كان يصير كنت أصاب به في مكة، والآن نفس الموضوع رجعت الحالة نفسها، لأنه نقاتلهم أو أؤذى في الله. وقضى صلاة اليوم والليلة، هاي الرواية معروفة ومشهورة أنه أغمي عليه نتيجة شدة الضرب الذي تعرض له في محضر أو بأمر هذا الرجل. طيب كيف تعتذرون له بهذا الموضوع؟ والتاريخ يحدثنا أنه لم تحدث أي مصالحة ومسالمة بين الرجلين، بين عمار وبين ابن عفان. فما هو الجواب؟ أنه ما الذي تعتذرون به من تصرف الخليفة الثالث تجاه عمار؟ لا يوجد. طيب هاي الخشونة وهذا الموقف الغريب وينكر تاريخ هؤلاء، شنو سببه؟ هل سببه هو البطانة السيئة التي تحوط هذا الرجل، رجل بهذا السن الكبير؟ خلينا نشوف بطانته منه، حاشيته منه.
أولا بيت الشخصي، منو بيت الشخصي؟ عثمان سنة 28، الآن هو قتل سنة 35 هجري وقد بلغ من العمر 78 أو 87. سنة 28 هجري طبعا هو استلم سنة 24، استلم أو سنة 22، سنة 22 هجري، سنة 22 هجري استلم الحكم من عمر. اي نعم، اما نهاية 22 او بداية 23 هجري، اي بداية 23 استلم الحكم سنة 23 هجري، باعتبار ابو بكر مات 13، النبي توفي سنة 11 هجري، ابو بكر 13 هجري، عمر 23 هجري في ذي الحجة بعد رجوعه من الحج، وعثمان استلم سنة 23 وقتل سنة 35. سنة 28 سعيد بن العاص واليه على الكوفة تزوج امرأة من بني كلاب، من كلبية. بني كلاب ذولي مسيحيين بادية يسكنون في بادية السماوة، ولهم امتدادات إلى تدمر بدو، وذولي بني كلاب لهم تأثير واضح مع بني أمية، عندهم حلف قديم مع بني أمية، وهم نصارى مسيحيين ما أسلموا إلا زمان المتوكل العباسي. تتخيل يعني ورا 200 سنة من الإسلام يا الله أسلموا، وكان بني أمية يعجبهم أن يتزوجوا منهم، يتزوجون منهم، يأخذون منهم، يصاهروهم. لماذا؟ لقوة شكيمة الكلابيين، بني كلاب اللي هذه هذا الخط من بادية السماوة إلى تدمر، وبدو وعرب الشام اللي منهم ميسون الكلابية تصير أم يزيد زوجة معاوية. هذا فكانوا يحبون يصاهرون هاي القبيلة مع أنهم مسيح نصارى ويشمئزون من المدن وغيره، ولكن كانوا معروفين بشكيمتهم وبكثرة رجالهم ويعضدون الملك باعتبار مصاهرة، هاي الروح الجاهلية موجودة، وبني أمية يطربون على هاي النفس، فكانوا حريصين أن يصاهرون هاي الأسرة ويجعلون امتياز. يعني إذا واحد من أولادهم أمه كلابية يملكوه للخلافة، يوصلوه إلى فرصة يصير خليفة أكثر من غيره بهاي الطريقة باعتبار ذولي لهم شأن. ما أسلموا حتى أيام المتوكل يعني بعد 200 سنة، وإنما سبب إسلامهم هي الجزية، لأنه باعتبار كانوا يدفعون جزية يعتبرون أهل ذمة، فيقول لك إحنا إلى متى نعطي جزية وغيره، فأسلموا استثقالا للجزية. سعيد بن العاص تزوج من بنت الفرافصة، فرافصة هذا رئيس قبيلة كلاب في هاي المنطقة في بادية السماوة، تزوج منه. فعثمان بعث له كتابا، سمعت أنك تزوجت في بني كلاب فصفها لي بحسبها وجمالها، هاي اللي خذتها شلونها. فقال له إنهم أسياد قومهم كذا وهي جميلة وعلى مستوى. قال فاخطب لي منهم، إذا عدهم امرأة اخطب لي منهم. هنا التاريخ يحدثنا في قضايا عجيبة، أن معاوية كان له يد في تزويج عثمان من بني كلاب من هاي الأسرة، فاختاروا له نائلة، وهذه نائلة راح يكون عندها موقف التاريخ يحدثنا في قضية اغتيال عثمان. نائلة بنت الفرافصة تزوجها عثمان وهي عمرها 16 سنة، وهو شيخ كبير، لاحظ، وحملت وهي نصرانية إلى المدينة. الآن هو متزوج مسلمات، كيف تتزوجها على مسيحية؟ اعتذروا له أنها أسلمت على يديه، بس هو تزوجها بعدين أسلمت. يعني الآن
فقهيا ما يجوز تتزوج على المسلمة غير المسلمة، لاحظ. قالوا بعض الفتاوى إلا إذا أذنت المسلمة. في السابق كان هذا الشيء ممنوع عندهم، اعتذروا له، قالوا أنه طبعا هاي بعض الفتاوى، قالوا أنها أسلمت بعد ذلك أو قبل ذلك. المهم هاي المرأة لما دخلت بيت عثمان أصبحت أثيرة عنده، فكان لها رأي في إدارة الخلافة. شيخ حسن بن فرحان المالكي المحقق العملاق فرج الله عنه يقول هي عين لمعاوية في بيت عثمان. هو يجمع شواهد على أنه كان هناك أخبار تأتي من بيت عثمان إلى معاوية عن طريق هاي المرأة. هاي المرأة لها تأثير على هذا الرجل اللي هو بهاي المقدرة، بهاي العمر، بهذا الوضع، بهاي الحيثية. راح نشوف موقفها وتهييجها الناس بعد قتل عثمان، شنو من موقف كان مسوي. نائلة، وأيضا هناك رجل في بطانة عثمان إلى دور غير مفهوم حقيقة، وهو رومان. رومان يذكر في من قتل عثمان، هذا يرد اسمه في قتلة عثمان مع أنه من حاشيته. يعني رومان أصبح بعد ذلك من قواد معاوية، وهذا يمخلي لك عليها دائرة عجيبة. بعد اسم مهم جدا، وهاي من الغرائب، يعني أبو الأعور السلمي. أبو الأعور السلمي هو الذي نقل رسالة عثمان إلى مصر، الذي يأمر فيها بقتل محمد بن أبي بكر والجماعة المصريين. هذا الكتاب الذي نفاه عثمان، قال أنا ما خاتم هيك كتاب، فيسمى بالتاريخ الكتاب المزور. اللي ناقله، لأن هذا الكتاب راح نذكره أيضا، بعد ما إجا المصريين واجتمعوا على عثمان وطوقوه بوساطة أمير المؤمنين، تصالحوا على أنه يقيل عبد الله بن أبي سرح من ولاية مصر وينصب محمد بن أبي بكر واليا على مصر، فقبلوا المصريين ورجعوا. بالطريق رأوا أبو الأعور السلمي بالطريق، فشكوا في أمره، اعتقلوا. فلما اعتقلوا فتشوا، لقوا عدة كتاب نخليه في أنبوب رصاص. فتحوا، قبل لا يفتحوا محمد بن بكر قال اجتمعوا حتى تشهدوا. فتحوا الكتاب، وإذا به كتاب لعبد الله بن أبي سرح، سوف يأتيك محمد بن أبي بكر وفلان وفلان، فاقطع أيديهم وأرجلهم، اقتلهم. طيب هو باع ثوالي للمصر، شلون تأمره بهذا؟ فهاجوا عليه. هذا الكتاب اخذوه، راحوا الى امير المؤمنين وطلبوا من عنده انه تحاور بهذا الموضوع. شلون انت تبعثنا والي، انت امرنا من تبعث غلامك او خادم عندك ابو الاعور السلمي، انه لا اقتلهم. قال والله ما كتبت، فاما الختم ختمي، ولكني ما كتبت هذا الكتاب. هذا الكتاب كتب باسمه، والختم كان بيد حمران بن ابان وبيد مروان ابن الحكم. في التاريخ يقولون هذا أزور كتاب، يعني أكثر كتاب مزورها، ختموه وهو لا يعلم، يعتذرون له ولا يعلم. طيب سؤال، هذا الكتاب حمله أبو الأعور السلمي اللي هو ماخذه وهو يعلم أنه مزور عن عثمان. الغريب أن أبو الأعور السلمي يصبح بعد ذلك من أكبر قادة معاوية في جيوشه. هو كان إلى موقف في صفين وغيره، معروف من قادة كبار جيوش معاوية. هذه احنا راح نجمعها البحث بعدين، راح نطلع بنتيجة. رومان أيضا من قادته. الموقف الغريب العجيب أن مروان بدأ، عثمان بدأ بعد أن اجتمع الناس عليه، احتجوا طوقوه بالمدينة،
ومنعوا عنا حتى الغذاء والكذا، وكان أمير المؤمنين هو اللي يبعث له الماء والغير، أخذ يبعث رسائل إلى معاوية يستنجد، ابعث لي جيش يحميني من هؤلاء. فبعث معاوية جيشا بقيادة خالد القصري، جد خالد القصري، خالد القصري أحد ولاة بني أمية على البصرة معروف، أو على الكوفة، هذا اللعين خالد ابن عبد الله القصري اللي كان يحفر بئر في زمزم ويقولهم إبراهيم خليل الله حفر هاي زمزم وماء مالح، وهذا بئر احتفره الخليفة الوليد وماءه عذب، فخليفة المرء خير من رسوله، فكان زنديقا هذا خالد ابن عبد الله القصري. جد خالد هو الذي بعثه معاوية بجيش إلى المدينة لنصرة عثمان، ولكن الغريب شو يقول له؟ يقول له عسكر في ذي خشب، خشب شمال المدينة، أوقف الجيش هناك ولا تدخل المدينة ولا تقل الشاهد يرى ما لا يراه الغائب، فإني أنا الشاهد وأنت الغائب. وقف الجيش أطراف المدينة لا تدخل، هو باعث الجيش لنصر عثمان بس ما قال له ادخل، غير تكون تدخل تحمي عثمان، قال لا عسكر في خشب، ذي خشب، خشب شمال المدينة ولا تدخل ولا تقل الشاهد يرى ما يرى ما لا يراه الغائب، فإني أنا الشاهد وأنت الغائب. أنا أعرف شو قاعد أقول. وفعلا بقي الجيش أطراف المدينة لم يدخل حتى قتل عثمان، فلما قتل عثمان رجع الجيش إلى دمشق. أنا أسألكم بالله شو تفهمون من هاي؟ هذا أقوى ولاة عثمان وهو معاوية وابن عمه، لاحظ، ومعاوية وعثمان قاعد يستنجد بيك، وبعث الجيش أماره أن هذا التاريخ يذكره ابن أبي شبة، عمر بن أبي شبة في تاريخ المدينة من أصح التواريخ والكتب، لاحظ حضرتك، عمر بن أبي شبة في تاريخ المدينة يذكر هاي القصة وكغيرها يذكره، أن معاوية بعث الجيش بقيادة هذا جد خالد وأمره أن يعسكر أطراف المدينة ولا يدخلن المدينة أبدا، هو رايح يحمي عثمان ما دخل، ولو فعلا لو كان داخل كان قدر يغير الموقف، هذا ما ينقتل الرجل، هذا بقى قريب 40 يوم محاصر ما يسمحوا له يطلع يصلي وغيره، لأنه قلت لك اجتمعوا الناس من أهل الكوفة ودمشق والبصرة ومصر بعد ما سمعوا بمقتل أبو ذر وابن مسعود وما فعل بعمار والأحداث اللي صارت والولاة الغلمان ذول اللي ماخذين مستأثرين، فهاج الناس عليه وذهبوا إلى، طبعا اجتهم رسائل أيضا من طلحة والزبير، إن كان لكم في الإسلام شأن فهلموا إلى المدينة، تعالوا ترى الوضع جدا، إذا تردون الإسلام تعالوا المدينة، هذا كتب من طلحة والزبير أيضا، والسيدة عائشة أيضا واقفة موقف اقتلونا عذلا فقد كفر، تفتي بأن هذا مهدور الدم، هذا كله هيج عليه المسلمين، فجاءوا وعسكروا في المدينة وبدأت المفاوضات. هذا الوضع الغريب، معاوية يبعث الجيش ويأمره أن لا يدخلن المدينة ولا تقول الشاهد يرى ما لا راه الغائب، لا لا ما خصك، فإني أنا الشاهد وأنت الغائب، أنا أعرف إيش قاعد أسوي، لا تتدخل بس أوقف هنا خل. فلما قتل رجع إذن. هذه الأحداث ملخصها هاجت عليه، والرجل كان بهذا الوضع بهذا الضعف بهاي الحاشية والبطانة، ختمه بيد حمران اليهودي اللي قلنا البارحة منه حمران ومروان، وبعدين دخلت على الخط هاي المرأة من نصارى كلاب، كان لها موقف نائلة ومؤثر عليه، ومعاوية هناك كان يعرف كل تفاصيل الحكم في عثمان. يذكر في حالات عثمان، عثمان عنده ولد كبير اسمه عمرو، التاريخ يحدثنا أن عثمان أواخر أيامه خاطب ابن عمرو، هذه الخطاب انتشر، هذا هو اللي سبب أن معاوية يقرر تصفيته،
يعني أنا أزعم أن معاوية كان له يد في قتل عثمان. شي يقول عثمان لعمرو ابن الكبير: يا بني إن وليت أمر المسلمين يوما فأوصيك بقريش خيرا. يقول له إذا صرت خليفة فرد يوم أوصيك بقريش خيرا. هذا الخطاب هو اللي عجل في قتله وخلى معاوية، طبعا الرسائل موجودة يعني الجواسيس البيت موجود، واحد منها حتى نائلة موجودة، نائلة أنجبت 3 بنات لعثمان يعني لم تنجب ولدا. فطلع فصدر القرار بتصفيته فورا بهاي الطريقة. الرجل كان يعد نفسه للحكم، معاوية بن أبي سفيان. معاوية عنده لجان للاختيالات، لجان لوضع الحديث، لجان ولجان. سوف نجمع هذا البحث وهي الأطراف غدا ونصل إلى قتل عثمان وأحداث ما بعد القتل. من هنا تدخل سيرة أمير المؤمنين والموقف الغريب من صحابي بهذا الوضع، كيف يواجه أمير المؤمنين بهذه الطريقة. إن شاء الله نتم هذا البحث في ليلة غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.